اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم. فإذا قلنا أن سجود الملائكة إلى آدم أفضل أم صلاتهم على سيدنا رسول الله أفضل، نقول لكم أن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الأمر أمر بدأه الحق بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وانظر، يسأل الصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما أجبتكم، إن الله وكل بي ملكي، ما إن ذكرت عند أحد حتى قال الملكين غفر الله لك فيرد الحق والملائكة على الملكين آمين. يعني في ملكين لما أنت بتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا غفر الله لك يا رب اغفر له، يرد الحق والملائكة آمين. وما إن ذكرت عند أحد ولم يصلي علي إلا قال الملكين لا غفر الله لك فيرد الحق والملائكة مجيبين الملكين آمين. شفت الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا لما خلق لسيدنا آدم ستنا حواء فجاء ليقربها فقال له الحق لن تقربها حتى تؤدي صداقها، قال يا ربي وما صداقها؟ قال صداقها أن تصلي على حبيبي محمد 10 مرات، ده أغلى مهر في الوجود، مهر أمنا حواء كان صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول هنا إيه: وأبوك آدم إذ رأى حواء وقد زينت بأنواع الحلي والجوهر، صلى عليك فكان ذلك مهرها والحور بين مهلل ومكبر. هذه هي الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: إن أنجاكم من أهوال يوم القيامة أكثركم علي صلاة، وأكثروا من الصلاة علي فإنها نور لكم عند ظلمة الصراط. دي الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أن أعرابي دخل على حضرة النبي قائلا: السلام عليك يا أهل العز الشامخ والكرم البازخ. ف
فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه وأجلسه بينه وبين سيدنا أبو بكر الصديق، ثم قضى حاجته وانصرف. فقال سيدنا أبو بكر الذي لم يجلس بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، قال: أتعرفه يا رسول الله؟ قال: لا، غير أن جبريل أخبرني به. قال: ماذا أخبرك يا رسول الله؟ قال: أخبرني أنه يصلي علي صلاة لم يصلها علي أحد قبله. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فأصبحت وردا لسيدنا أبو بكر الصديق حتى لا يفرق أحد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسفيان الثوري وهو في بيت الله الحرام، وإن الطواف ببيت الله الحرام لقائم على الذكر،